هلا مدام، لا سهرانة عادي بصراحة، عم جهز لقعدة إلي ولا يوسف. جاب لي ورداتك كتير كانوا حلوين، قلت ما بدي خجله. شكلها ليلة حمراء وامتياز. اي اكيد اكيد بدي احكي لك بكره. لا اكيد مو كل شيء. ماشي اوكي، بشوفك بكره مدام. عن جد ميرسي على تليفونك اللطيف. باي. يلعن ابوك على ابو ابنك ولاد الكل. يلعن ابوك على ابو ابنك ولاد الكل. بدي نام، ما بدي احكي ولا شيء. انت ما بتفهمي؟ شو بكي؟ انا خايفة. مشان الله خايفة اضل لحالي، عم حسها بكل مكان، عم حس انه عم حسه تحت التخت. ليكني رح وصل خبري وش رح خبريني. يلا لك يلا بلاك تنحكي خلصيني. هاي حلوة ظريفة. اي افتح لي، انا من طرف المدام. شو اسم المدام؟ هلا عم تتفهمن علي. ديالا، المدام ديالا. خلصت ولا لسه حابب تعمل شيء؟ جبت المصاري؟ هاتهم هاتهم لك. اسمعني ولا تحمل هدول الشنطتين وتنزل قدامي وانا بلحقك. ها؟ فهمان؟ بدك توصلني على بيروت، على نص بيروت. وإذا ديالا بتحوس أو بيصير لي شيء هنيك، أنا عندي مستمسكاتي أصول رقبتي قبل رقبتي، فهمان؟ فيا ريت تخبرها. قول على بالك. ولا طقلك يا ما. روح
احترامي سيدي. هاي ناصر، شو صار معك؟ رجعت تأكدت من الأرقام كلها. كلها للناس عاديين. معنا، مع أهله، مع نسوان. بس في هذا الرقم بالفترة الأخيرة محاكيه كم مرة. مين هاد؟ هذا مسجل باسم مرته لمحمد دياب. متوفية من سنتين. محمد دياب؟ بشرفك ناصر، بشرفك. هلا لحتى اكتشفت انه هاد لابو جبري؟ استنى شي نهارين ثلاثة، شو رأيك؟ سيدي، في 100 رقم لنسوان ولناس عاديين، منهم مطاعم ومنهم دكاكين. أنا لما دققت على اسمها ولقيته متكرر، طلع في إلها عنا فيش دعارة ومتوفية المخلوقة، قلت لحالي هي وحدة من النسوان اللي كانوا يترددوا عليها. ناصر، بشغلنا ما في شيء اسمه قلت لحالي. شو هي قلت لحالي؟ نحن كان ممكن نسبق القاتل. فهمت ولا عد لك؟ سيدي، بسجل مكالماته معبى هيك أرقام. أنا كيف بدي أعرف يعني؟ بدك تعرف ناصر، بدك تعرف. ما في شيء اسمه كيف بدي أعرف. في حدا عم يلعب فينا، أو في اثنين زوروا موتهم لحتى يهربوا من شي قصة. يعني هاي الحركة كان فينا نسبقهم أو نسبق القاتل بخطوة. آسف. آسف. اعتذر كمان. اسحب لي سجل أبو بطيخ، اسحب لي إياه. ليكو سيدي، موجود. دقيته؟ يا بلشت سيدي. في منه الأرقام لناس ميتين، لناس مسافرة، للجيران يعني. ناصر بدك تدقه رقم رقم. رقم رقم. مع مين عم يتعامل؟ لمين هذا الرقم؟ هيك أنا بفهم. ماشي؟ تفضل. إيه سيدي، بس في رقمين أنا حطيت لك تحتهم خط. هدول لناس متهمين بقضايا سرقة وتجارة مخدرات. هدول أكيد حاكين معهم لحتى يلاقي لهم شي تخريجة. ناصر، مش عارف أي معلومات من هذا النوع خبرني بسرعة لو سمحت. حاضر. احترامي. ليش ما عم يترد؟ ورامي ليش مسكر موبايله؟ ما لقيته. لقيته. شو صار؟ مش الحال. كيف يعني مش الحال؟ وصلتوا على الحدود؟ لك ما حلك؟ المهم صرنا بأمان. كيف يعني؟ رامي ما بقى راح يحكي لها هلا ولا بعدين. يوسف قلي شوفي. ساعدك بشي؟ لا، بدي فوت الدواش.
غطيتها منيح؟ غطيتها. طيب أنا رح أعمل عشاء قبل ما خلصتي حمامك. ما في داعي، أنا تعشيت عند أختي. كل حالك إذا بدك. هاي دويتك؟ شو عم تاخدي؟ مضاد التهاب وفيتامينات ومسكن عند اللزوم. كل امتى؟ ليش؟ مش عم تذكرني؟ افرديها بقى افرديها. شو حاببني ساوي ورد؟ انبسط يعني؟ لا وحياتك، انا حاسس فيك وبعرف وجعك ومقدر هذا الظرف اللي عم تمري فيه. لا 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 لا، انا ما عم بحكي عن هيك. انا متقبله الوضع وصحيا انا كثير منيحه. انا عم بحكي عن حياتنا. أعطيني اقتراحات، عم بسمعك. أنا بدي أعطيك اقتراحات؟ معناتها أنت مو حاسس شو صاير فينا؟ سيرة المجرمين صايرة كل يوم بالبيت، لا وبشكل يومي، والأحلى من هيك إنه في ضيوف من القضايا صايرين عم يجوا على بيتي. اقتراحات؟ اقتراحات شو؟ على فكرة وأنا الوضع كتير صعب علي، مو بس أنتي. خلاص ورد خلاص، أنت كمل شغلك، إحنا مناح وما فينا شيء. وأنا يومين وبرجع على شغلي. بدك ترجعي على شغلك؟ ما فهمت. عداب عداب اسمعيني، انت لسه ما صحيتي، بعدين بنتك مين بده يدرسها؟ فهميني، وانت بتعرفي انه انا باليومين مشغول. بعرف ومقدره منيح. ميرا الصبح عم تروح بالاوتوكار، والظهر انا وراجعه بجيبها معي. استغفر الله العلي العظيم. عتاب انت شو صار لك؟ شو صار لك فهميني؟ هلا وقت شغلك؟ هلا وقت شغلك؟ بعدين انت صار لك زمان تاركه، شو اجى على بالك؟ والله اكتشفت اني ماني مبسوطة وعم اضحك على حالي، وشغلي مهم بالنسبة لي مثل ما شغلك مهم بالنسبة لك. عتاب افتحي الباب حبيبتي، افتحي الباب وبلا ولدك، افتحي افتحي الباب. عتاب بلا ولدني لو سمحتي افتحي الباب. في صوت في السيارة. بعدين اتحمل البريد. راحوا. مين اللي راحوا؟ السيارة اللي قدامي. طيب مصطفى اهدى اهدى. يوسف خذ حط شوية سبيرتو على الجرح، لازم يتعقب. أنا طقيت لك الحمام، هلا بتتدوش بترتاح شوي، إيه؟ أي محط لك لما تأكل. والله لا تفكر بأي شيء هلا، إذا بتريد. أنت هنيك مسحت بصماتك؟ أوعى تكون تارك أي شيء بدل على شخصيتك. موبايله موبايله، رقمي على موبايله. من اليوم ورايح لازم ننتبه كتير، كل شي عملناه بكفي واللي صار اليوم بكفي تاني. لازم نبين انه نحن عايشين حياتنا بشكل طبيعي واقل من طبيعي،
مشان ما حدا ينتبه على اي تغيير. بعرف انه صعب بس ضروري. لا يوسف، لا تطلع فيني هيك. انا مثلك واكثر. وقعت، هي وقعت على راسها، كانت عم تهدده. لما صار هيك بردوها، حطوها بالبانيو، حطوا فوقها الدرج. هذا اللي طلع معه. يوسف شبك طيب؟ ليش ما عم ترد علي؟ لا بقى تحكي، اسكتي. مين هذا اللي ساعده لما فوتها على الحمام لما حطوا له تلج؟ مين؟ ما فهمت. قلتي لي انه كان في واحد معه، مين هذا؟ ابو نضال. اياد ابو نضال بيشتغل عند معتصم. هو يعني انا وقت وصلت لهونيك كان هو موجود، بس معتصم سكته. كيف يعني سكته؟ هدده، دفاله، ما بعرف. بس هاد ما بيخوف. لك لا بقى تخططي. أول مرة على أساس كنتي حاسبة حساب كل شيء. هلا شو بيعرفني أنت ما تخبصي لك شي خبصة تانية تروحينا؟ وهذا أبو بطيخ، أبو نضال وينه؟ بالعادة بيكون ببيت معتصم، بس بما أنه معتصم هلا مسافر ما بعرف. يا سلام يا سلام، حاسبة حساب كل شيء وما بتعرفي الأستاذ الحبيب المعلم أبو نضال وينه؟ معتصم حاطط حدا يراقبه، لهيك أنا مطمنت له. مثل ما كنتي مطمنة لرامي. غير هذا أبو نضال مين فيه؟ غير أبو نضال ورامي ومعتصم ما حدا بيعرف إني متورطة. بكره لازم تعرفي وينه. شو بدنا نعمل؟ أعمل مو نعمل، أعمل. من اليوم وطالع أنا اللي بدي أعمل، وانتي بتتصرفي مثل ما بقول لك وبس. بكره بتنزلي على الشركه طبيعي وبتاخذي اجازه، عم تفهمي؟ عتاب، عتاب انا ما عندي مشكله بشغلك، والله العظيم ما عندي مشكله بشغلك، بس هلا وضعك الصحي ما بيسمح حبيبتي، ما بيسمح. صحيا يومين وبرجع كثير منيحه. نفسيا يا ريت ما بقى نفتح هذا الموضوع. لا بدي، لا بدي افتحه هذا الحديث، بدي افتحه، بدي افتح هذا الحديث غيره وغيراته كمان. انت مو حاسه فيني، مو حاسه بشي بدلي. شو بدي اعمل لحتى ترضي؟ فهميني شو بدي اعمل، شو بدي اعمل لحتى ترضي، لحتى ترضي علي؟ شبابي صار له عمر عم يخدم عندي، إن قتل وطلع منظف، طلع كل شيء عم يمشي من قفا ضهري. مو حاسه بشيء انت. شو بدي اقول لك؟ شو بدي احكي لك؟ اقول لك كمية الضغط اللي انا عايش فيها؟ احكي لك عنها؟ احكي لك لما بقعد بيني وبين حالي بالساعات شو بفكر؟ من لما انقتل لهلا؟ هذا اذا كان ميت شو احكي لك؟ اهدى حبيبي، اهدى 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 اللي اهدى. انا بعرف انه لازم اهدى، بس ما عم بقدر اهدى، ما عم بقدر. راح اجن ما عم بقدر. كل ما بروح على شغلي حس
الكلام يحكي لنا في ظهري، بس انا متغمز علي. عم بيقول وقتش انا طلعت واحد خبي بشرفي، بحس انه لازم اعاد روح بشرفي. خلص اهدى اهدى ان شاء الله. طب انا ما بعرف اشتغل شغله تاني، انا مكاني هنيك وبدي اعرف مين اللي عمل هيك. اذا ميت بدي اعرف مين اللي قتله، واذا مو ميت بدي امسكه لعاصم الكلب، بدي امسكه بايدي، بدي اكله بسناني، وحياتك لاكله بسناني لحتى ارد اعتباري قدام الناس كلها وقدام حال. ماشي حبيبي ماشي. انا ما لقيت وقت لحتى اسال على ابني اللي راح. أمي كريم ما رح يتغير شيء إذا ضلينا بالأكل. عن جد جوعانة. شو هاد؟ ما بعرف، في صوت عند الباب، يمكن في حدا عم يحاول يفوت. يا أمي يا أمي. ليكي ليكي، اتصلي بالرقم اللي عطونا اياه، اتصلي فيهم. سكري سكري بلا ما نتبهدل، سكري. طلعوا عم يلموا الزباله. شفتي شو عملتي فينا؟ العالمين رح يحرقني ألف مرة بعد اللي عملته، بس كل شيء بوقته. هي خالي، في حركة بالشارع؟ لا لا ما في، بس شوية سيارات عم تمر. ايه هلا السيارة اللي وراي مشيت، مروا من جنبي، خفت يشوفوني. اطلع مصطفى اطلع. طيب خليك عم تراقب البيت، إذا طلع خبرني فورا. بتعرف شو بدك تعمل؟ بعرف خالي بعرف بعرف. يوسف يوسف حبيبي، قوم غسل وشك مشان تصحصح. سويت لك فطور كل امتين قبل ما تنزل. ايه نزل على الشركه اللي لو مسافره يومين. شوفي لي وين هذا ابو نضال وحكيني. Thank you.
أنا خلصت. جبت النتيجة؟ رح استأشر فيها قد ما بقدر. معني ما بعرف شو رح تستفيد. مشان الله نزار، مشان الله عمل لك. خلص روح، ما بصير غير اللي بدك إياه. طيب أنت روح، لا تنطرني. يلا يا لشو تحليل الدم؟ شربني قهوة؟ باين عليك التعب. لسه ماني نايم. صحي دير بالك، في عنصر بالجامعة عم يراقبني. عامل تنظيفات؟ ما في عامل تنظيفات بضل ينظف كل هذا الوقت بنفس المكان قدام قاعة المحاضرات تبعنا. طيب برأيك ليش طلبوا من ريهام انه توقف الحلقات وخلوها تقول انه انمسك القاتل؟ كنت مراهن على ورد يصبر أكثر وينشر حلقات أكثر، بس بالظاهر انضغط عليه كثير لأنه هاي المعلومات ما بصير تنشر. حتى هي حاسب حسابها؟ خلينا نفوت على المحاضرة اليوم، ما فيني أتأخر. بدك تشيلي عني قدر الإمكان. يعني هذا الدي إن إيه بيثبت إنه عاصم مات؟ هذا بيثبت إنه هذا دم عاصم، بس ما بيثبت إنه عاصم مات. والله ما بعرف كيف بدي اشرح لك اياها. لا تشرح لي ولا بشرح لك، كل هالشيء ما بيهمني وما بدي اعرف شيء. اللي بيهمني شيء واحد بس، ابني مات ولا لا؟ اعمل له عزاء ولا استناه؟ ابن الجيران ورجاني شفت الفيديو تبع هاي البنت وقال لي انه مسكته القاتل. لهذا القاتل ما قالكم شيء عن ابني؟ ما حكى لكم شيء؟ لسه ما بين معنا شيء يا عمي، ما بين معنا شيء. كان يحبك كثير، كان دائما يجيب سيرتك بالخير. انت عاشرته وبقيت تحت امرتك فتره طويله، شفت منه شيء؟ طلع منه شيء زايحه؟ عمي بعرف شو بدك تسالني، والله العظيم ما بعرف شو بدي اقول لك. بس راح احكي معك بكل صراحة، لقينا ببيته مبلغ كبير سوري ودهر، وفي اعترافات من لسانه حتى لو كان تحت التعذيب والضغط انه هو كان ياخذ مصاري ايقاع تسريب معلومات من شغله، وفي امور مو قانونية كان يعملها. بتمنى هذا الشيء يكون منه صح، بس عنا معلومات تانية بتأكد للأسف هذا الشيء. لا 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 تقولها، لك ابني مو هيك. أنا والله والله ما هيك ربيته. عمي إذا هذا الحكي صح فهو ذنبه مو ذنبك. ولك كيف مو ذنبي؟ كيف مو ذنبي؟ كيف؟ ولك هي تربيتي، تربيتي خسارة الدنا كثير صعبة، تكسر الظهر. بيقولوا حرام الأب يدفن ابنه، ما بيصير. ولك أنا حتى دفن ابني ما فعلي، لك أنا بس بدي أدفنه. صبرت على عندي. اللي استاذ خلص انا رح احضر. اي ساعة؟ على 12 استاذ. ملوا لي قهوة. حاضر. استاذ عفوا بس المدام ديالا جاي اليوم لانه في كم شغلة بخصوص القضية الجديدة عم يسأل عنها الموكل. بعتوا لي اياهم، خلص انا بشوفهم، ديالا ما انا جاي اليوم. يا استاذ. استاذ في كم شغلة بدي اقول لك عليها. ما بدي اعرف شي هلا، استعجلوا لي بالقهوه. حاضر استاذ. حكيتي مع الاستاذ معتصم مشان تحجزي له؟ اي مدام حكيته، بس ما بده احجز له هلا لانه قال بده ياجل شويه وقت. طيب
حاضرين لي ملف الادويه تبع الشركه الصينيه. يلا مدام. رقم عاصم نهايته 98 ما هيك؟ ايه باسمك هو؟ باسمي. بس اخذوا عاصم وجاب لي عواضه خط بفاتوره. عنده خط ثاني؟ بمعلومه لا. عنده بس هذا الخط والخط تبع الشغل. طيب عمي بدي اياك تساعدني. سأل الجيران، سأل رفقاته، أخته، أي حدا، لأنه أي معلومة لو كانت صغيرة تفيدنا. يعطيك العافية. سألتك وما جاوبتني. ما عندي جواب. وبالتالي الناجي من الغرق ممكن يصير عنده مشاكل صحية كتير كبيرة ويمر بلحظات من الألم مؤلمة جدا واللي بتتطلب معالجة نفسية من نوع خاص. ولا تنسوا تاريخيا وبالأساطير كانت أكثر الطرق ألما للموت أو أكثر الطرق قساوة استعملت بالعقاب هي الحرق والغرق. تفضل دكتور آدم. خير دكتور. انت قولي لي شو في. حضرتك كنت قاعد وقمت بسرعه وصار في اختلاف بالضغط. طيب شباب بناخذ بريك شوي وبنرجع بعدين. طيب يعطيكم العافيه. شو بك ادم؟ شو صار معك؟ لتا ما كان في داعي. لا بلا في داعي وكثير. انت عود وارتاح وانا حجيب لك شيء حلو تشربه. طيب افتح. يا مصطفى بين شيء؟ لا لا انطر كمان. ماشي. يا ميت اهلين ويا ميت سهلين. لك كيفك؟ وحياة الرب اشتقت لكم كثير. ونحن بالاكثر. ريما كاميرا موبايلك لساتها عطلانه؟ ايه يلا بسيطة بسيطة. طولتوا هالمرة ما؟ لا طولنا ولا شيء، أبو يوسف لقى مركز بالشام بيشبه هذا المركز، والله ها يومين ثلاثة نحن نازلين لهنيك. بدنا نخلص من شنطات بيروت بقى. برافو، كثير منيح هالحكي. وين توتي بدي أحكي مع مشتاقة لها. يلا يلا، بس لفوت على الأوضة. حياته؟ يوح هيد يالا بدها تحكي معي. يلا خدي حاكية. وهلا هاي ما كيفك توتي؟ أنا ديالا حبيبي. مارتي شو عم تعملي؟ إي مارتي ليه ما عم تردي علي؟ ما عم ترد عليكي ما؟ إي والله كأنه مو جاي على بالها تحكي مع حدا. ما هي اخذت لعقلها هي اللعبه الجديده اللي جابوا لها اياها، وهي ما بتعرف تركز بشغلتين سوا مو؟ ايه برافو برافو، خليها تنبسط. معلش معلش. مدام؟ ريما انا برجع بحكي معكم بعدين ماشي؟ يلا باي. يلا مع السلامه.